هاي هاي، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا 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 من الاسبوع اللي فات. النهارده حلقه اول الاسبوع اللي بتبقى دايما يا حاجه جديده يا حاجه خفيفه يا حاجه سريعه يا حاجات مقتطفات كده بنبقى اتسالنا عليها قبل كده، وهي دي حلقه النهارده. شويه حاجات بنتسال عليها وحسيت ان احنا النهارده ممكن نقدمها وتبقى موجوده معانا كسناك كده طول الاسبوع، حاجه جنب كوبايه الشاي تبقى حاجه حلوه، حاجه تانيه تبقى حاجه حادقه، وتبقى سناك للولاد اللي قاعدين في البيت وخلصوا امتحانات وقاعدين طول النهار يندهوا علينا علشان بيفتحوا الثلاجه ويقفلوا الثلاجه ويفتحوا الثلاجه ويقفلوا الثلاجه وعايزين شويه حاجات يتسلوا بيها. هنعمل لهم ايه النهارده؟ هنعمل المافنز الحادقه، ودي حركة كده جديدة ولذيذة. لو عندنا برضو شوية حاجات في التلاجة عايزين نجمعها على بعض نقدر نعمل لهم بيها زي الكب كيكس كده أو المافن، بس حادقة مغذية ولذيذة ولطيفة وفي نفس الوقت تغيير عن المافنز الحلوة اللي كلها سكر. عاملين لهم كمان حاجة مسكرة، أو عاملين لنا إحنا بقى حاجة كده جنب القهوة أو جنب الشاي أو جنب أي مشروب بتحبوه، وهو بسكوت القهوة. بسكوت القهوة من الحاجات اللذيذة جدا، خفيف وصغنطوط، كمياته كبيرة لما بنعمل يعني الكمية بتبقى قليلة بيطلع لنا كمية كبيرة جدا، فلذيذ قوي. هنعمل النهاردة بسكوت القهوة، وهنعمل كمان بما ان المشمش ظهر وملوش روح خالص فنلحق نعمل مربة المشمش كده في الاول. يعني دايما المربات بنعملها في اخر الموسم، المشمش عشان هنغمض ونفتح نفتح عينينا كده نلاقيه اختفى، فبنلحق بقى نعمل منه المربى ونعمل منه الحلويات اللذيذه. وعايزين نشيل كمان نوى المشمش، اوعوا نوى المشمش ترموه علشان هنعمل بيه حاجه حلوه قوي ان شاء الله بعد بكره. فاللي هيجيب مشمش اليومين دول محدش يرمي النوى، علشان هو ده اصل الحاجه اللي احنا هنعملها الاسبوع ده ان شاء الله. فهنطلع فاصل سريع ونرجع جري، ما تروحوش في اي حته، حلقتنا حلوه ان شاء الله. رجعنا من الفاصل وهنبتدي بحاجتين كده مع بعض. خلينا نبتدي بالمربى علشان المربى هي اللي هنحطها على النار، وبعد كده ندخل على المافنز على طول. محتاجين ايه عشان نعمل مربة المشمش؟ محتاجين 2 كيلو مشمش وكيلو ونص سكر وعصير ليمونتين، تكون يعني صغيرة مش ليمونتين كبار، فمش عايزين نزود الليمون عشان طعم الليمون برضو. مش من الحاجات اللي بحبها استخدام ملح الليمون، بس اذا بتحبوا استخدام ملح الليمون مفيش مشكله، نبدل الليمون بربع معلقه صغيره من الملح الليمون. يلا بينا. عملت ايه بقى انا؟ اشتريت مشمش على قد ما اقدر يكون مستوي، واحنا لو جبناه يا دوب يعني عندنا في البيت كده هتلاقوا بكره استوى، يعني لو مش مستوي قوي استخدميه تاني يوم. وهنعمل ايه؟ من الحاجات اللي الميه فيها قليله فاحب جدا ان احنا ننقعه بالسكر من قبلها، من قبلها باي وقت، بس المهم ان انا انقعه. ولو نقعته في السكر ده من قبلها بليله ودخلته الثلاجه هيبقى احسن كتير. ما قدرتيش مفيش اي مشكله خالص، ممكن من قبلها بساعتين. خلينا نعمل كده، احنا حطينا السكر على المشمش. عدل سماعتي، يلا بينا نشيل الحلة كده من على النار، نقلبهم كده على بعض علشان نساعد ان ايه المشمش ينزل كل المية اللي جواه. بصوا ده الشكل. مربة المشمش بالنسبة لي بتاخد سكر اكتر من العادي شويه، اولا لان هو مش مسكر قوي، فيهوش سكر كتير قوي، والسكر هنا بيعتبر ماده حافظه، يعني كل ما كترتي السكر كل ما المربى عندك قعدت وقت اطول، فالماده الحافظه للمشمش هو السكر. عشان كده ال 2 كيلو اخدنا فيهم مش بس نص الكميه، لا نص الكميه ونص كمان، فال 2 كيلو مشمش حطينا عليهم كيلو ونص من السكر. نحط بقى الكلام ده كله كده على النار، مش عايز النار تبقى عاليه قوي في الاول، هوطي وبعدين هعلي وبعدين هوطي لحد ما كله يقعد والفاكهه نفسها تبقى استوت. ولازم لازم تهتمي بان الفاكهه تكون استوت، لانه لو فيها مشمشايه ما استوتش كويس هتبوظ لك بقيه المشمش اللي استوى، وهو ده المربى عموما. يعني حطه كده على النار،
عصير الليمون مش دلوقتي خالص، عصير الليمون يعني اول ما تبتدي تغلي كده هحط عصير الليمون، بس تغلي تبقى داخله انها هتقعد زي ما بنعمل بالظبط في الشربات، شربات الحلويات. نشيلها على النار، نحطها على النار ونهدي النار شويه، حاجه بسيطه مش كتير، وهنسيبها بقى كده لحد ما تبتدي تقعد. هندخل على الوصفه اللي بعدها دلوقتي ونسيب المربى براحتها خالص. هي دي اسهل حاجه في المربات، ان هي يعني حطينا السكر حطينا الفاكهه وسبناها كده تغلي، بس ما تسيبيهاش قوي، يعني تبقي انت في المطبخ راحه جايه عليها. تحتاج تقليب، تحتاج توطي النار، بعدين تعلي شويه، بعدين تحطي ليمون، يعني التظبيط. هتحطي حاجه منكهه انت بتحبيها، اذا سواء بقى قرنفل، قرفه، عايزه تحطي ميكس فاكهه، عايزه تحطي عصير برتقال مع المشمش، لذيذ مفيش مشكله خالص. فيعني هو ايه؟ طبخ المربى هو التظبيطه اللي انت واقفه، وانت واقفه جنبها كده بتشتغلي او بتعملي حاجه تبقي متابعاها، فما تسيبيهاش عشان ما تشطش وعلشان ما تقعدش تتحروق بقى من تحت وتغلي وتفور وتعمل مشكله. ندخل على الوصفه اللي بعدها وهي المافنز، والمافنز الحادقه برضو من الوصفات السهله جدا جدا جدا، يمكن من اسهل من الكيكس، وما فيش اي حاجه ما بتبصش، ما فيش اي حاجه. عملنا المافن الحلو الاسبوع اللي فات صح؟ تقريبا عملنا المافنز الحلوه الاسبوع اللي فات، المره دي بقى قلنا نعمل مافنز حادقه عشان كمان اتسالنا عليها كتير قوي. محتاجين ايه عشان نعمل المافنز؟ محتاجين كوبايه ونص من الدقيق، معلقه صغيره سكر باودر او سكر عادي مفيش اي مشكله، نص كوبايه حليب، نص كوب زبادي، هو نص كوب زبادي ولا ده كوب زبادي؟ نص كوبايه صح؟ نص كوب من الزبادي اللي هي الكوبايه الصغيره هناخد نصها. ومحتاجين كمان اتنين بيضه، محتاجين 2 معلقه كبيره زبده سايحه او بدرجه حراره الغرفه، 2 معلقه صغيره من البيكنج باودر، معلقه كبيره احنا قلنا السكر. اوكي، معلقه كبيره من السكر العادي، اوكي بتقدروا برضو تخليهم معلقتين سكر من اي نوع مفيش مشكله، زعتر جاف، ملح وفلفل اسود. الحشوه بقى على ذوقك وعلى مزاجك براحتك خالص. احنا هنعمل فيها حشوه البيبروني والكولد كاتس والبسطرمه والحركات دي، اختاري اللي يناسبك، عايزاها بالجبن بس، عايزاها بالخضار، براحتك خالص. فاحنا هنستخدم بيبروني بوم ميت، بسطرمه من بوم ميت، روز بيف بوم ميت، وكوبايه من الزيتون الشرايح، كوب من الزيتون الاخضر الشرايح، 3 فلفل الوان من كل لون بقى واحده براحتكم طبعا في الالوان، شيدر جبنه شيدر كوبايه، وكوبايه من الجبنه الموتزاريلا. برضو اختياركم في الجبن وفي الحشوات براحتكم، تقدروا تدخلوا فيها كوسه، تقدروا تدخلوا فيها الجزر، تقدروا تدخلوا فيها اي نوع خضار بتحبوه، ضيفوه على القصه دي هتعجبكم جدا وهتعجب الولاد ان شاء الله. خلونا نبتدي ب السوائل على بعض. هحط البيض على اللبن. نكلم رضوى. يا رضوى ازيك؟ اهلا اهلا يا رضوى، عامله ايه؟ الحمد لله. انت عامله ايه؟ الحمد لله. انت اللي عامله ايه؟ كويسه؟ كويسه الحمد لله. الحمد لله يا حبيبتي. حضرتك عامله ايه؟ كويسه انا الحمد لله. عندك اي سؤال؟ عايزة وصفة مكرونة بشاميل. حاضر حاضر. عايزة حاجة تاني؟ نعمل مكرونة بشاميل. نرجع للمافنز الحدق، بحط السوائل على بعض بالبيض بكل حاجة. هحط كمان السكر العادي اللي هو السنترافيش، وهحط مين فيهم بقى البيكنج باودر ومين فيهم السكر؟ انا هدوق بقى، يعني ده اختبار صح؟ ده السكر، ده لو كان بيكنج باودر يعني كان هيبقى طعم وحش قوي، يعني الحمد لله. نحط السكر الباودر، هنحط الزبادي بس نضرب الاول اول ضربه دي.
موضوع بقى ان احنا نضرب قوي وندخل هوا وكده. المافنز حاجه مخبوزه مكتومه بتميل الى انواع الخبز اكتر، كانه كيك، كانه سوري مش كيك، كانه عيش مش كيك، مش شرط يبقى فيه هوا، المافنز مكتومه. فما عندناش مشكله خالص بقى، مشكله الهوا والضرب ونعلى ولا اي حاجه خالص، المهم ان السوائل تدخل مع بعضها. هنزل بالزبادي كده، عايزه بس انزل كل كميه الزبده علشان كلها محسوبه من المقادير. عايزين كلها زبادي او عايزين كلها حليب مفيش مشكله، بس الزبادي طبعا بيطري الوصفه دي قوي، انا بحب ادخل الزبادي في الحاجات دي. ضربنا المكونات بتاعتنا، تعالوا نلملم كده ونرجع نعمل ايه؟ نحط الدقيق على البيكنج باودر على شوية الأعشاب، على شوية الأعشاب اللي عندنا، سواء عايزة تحطي روزماري، عايزة تحطي زعتر، عايزة تحطي أي نوع أعشاب أنت بتحطيه، حطيه مع الدقيق. أنا حطيت شوية مع البيض، وحطيت كمان فلفل اسود مع البيض عشان متعودين ان احنا لما نيجي نضرب البيض كده بنديله في الحلو ايه؟ فانيليا، وفي الحادق نديله الفلفل الاسود. هاخد بقى المصفى واعمل كده، ادي الدقيق وادي البيكنج باودر وادي الملح. طبعا بنظبط بقى الملح هنا علشان دي كيكه حادقه، بس بناخد بالنا برضو ان احنا حاطين جبن وزيتون فما يبقاش الموضوع كله حادق في حادق. ما اعتقدش ان الاعشاب هتنزل في المصفى فهضيفها هنا، وابتدي ايه اعمل كده. تمام جدا، ناخد سباتولا ونبتدي ايه نظبط بقى العجينة بتاعتنا بالشكل ده. وبعد كده الإضافات بتاعتنا هنضيفها دلوقتي، بس اطمن ان ايه الدقيق كله دخل كده وعمل لنا العجينة بتاعت الكيك بالشكل ده. نلملم من الجناب وننزل بالخضار. بصوا انواع الخضار اللي عندنا، عندنا الزيتون وعندنا الفلفل، طبعا تختاري بقى الوان الفلفل اللي انت عايزاها، تختاري الجبنه اللي انت عايزاها، عايزه دي بس، عايزه جبنه رومي، عايزه تحطي ميكس، الزيتون برضو نوع واحد، الفلفل نوع واحد، دي حاجات كده احنا بنعملها علشان التصوير وعشان الصوره تطلع حلوه والاختيارات تبقى قدامكم كلها، تختاروا اللي انتوا عاوزينه. هننزل بقى ماشي يا رغد، ننزل بقى بكل ايه الحركات كده. في ناس ممكن تحب اضافة البصل، بس انا لا احبذ، يعني مش عارفة ليه حاسة ان هو هيضايقني، بس اذا بتحبوا البصل في المخبوزات وهتاكلوها في نفس اليوم ممكن يبقى لذيذ، مفيش مشكلة. كل انواع الزيتون، واحط كمان البيبروني والحاجات بتاعتي، واكلم ندى. يا نودي ازيك؟ الحمد لله، ازيك انت عامله ايه؟ الحمد لله، انت عامله ايه؟ الحمد لله، الحمد لله يا رب دايما. ممكن اطلب منك؟ طبعا. ممكن طريقه الحواوشي؟ من عينيا، هقولها لك حالا. حاضر تمام ماشي. وممكن طلبتي كمان ايه؟ قولي لي. ممكن رقم حضرتك؟ حاضر حاضر يا حبيبتي، سيبي لي رقمك في كنترول. يلا بينا هعمل مافنز، يعني واحنا بنقطع كده الاول هوريكم بقى الحاجات اللي هحطها. هحط بسطرمه من بوميت زي ما قلت لكم، بيبروني، هحط كمان روست بيف من بوميت،
وبعدين هنعمل ايه؟ هنقول الحواوش. يلا بينا. وادي البسطرمه كمان، وادي شويه الحركات اللي احنا هنقطعها. احنا خلاص كده مش محتاجين ده. عايزاكم كمان تشوفوا المربى هنا اخبارها ايه. بصوا بيطلع الريم اللي من فوق او الفوم ده، يعني ما تشيلهوش من دلوقتي لان انتوا ايه كل شويه هتلاقوا نفسكم بتشيلوه، فما تزعجوش نفسكم قوي، استنوا شويه اول ما يبتدي يتبخر هو هيقل، فلما يقل هشيل، لكن لو فضلتي من الاول كل ما يطلع كل ما هيطلع 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 ومش هنخلص، فسيبيه شويه وبعدين هتلاقي كميته قلت فشيلي كله مره واحده. تعالوا بقى ايه ننزل كده نقطع كل الحركات دي. من عينيا، حاضر. نقطع كمان الروز بيف، روز بيف مدخن من بوميت. وكمان البسطرمة، مش عايزة كمية كبيرة، البسطرمة هقطعها بإيدي عشان ايه هتبقى أسهل لي. دايما واحنا عشان احنا بنعمل الوصفتين مع بعض وانتوا بتعملوا المربى، تعملوا المربى في حلة تكون واسعة شوية، بلاش تستخدموا حلل تكون صغيرة علشان ما تفرش. نزل كده. وبعدين نقلب الخلطة بتاعتنا. الجبن طبعا فيها سوائل لسه وفيها دسم، فهتظبط الكيك. واحنا الدسم هنا مش كتير، مش حاطين غير كمية صغيرة جدا من الزبدة. لو عايزه تبدليه وتعمليه بزيت مفيش مشكله، ممكن تستخدمي زيت بدل الزبده. وعندنا ميه كمان موجوده في الخضار، الفلفل هتديه للكيك او للمافنز الحدقه دي طراوه حلوه قوي. دايما بنشوفهم في الاوتيلات بيعملوا حاجات شبه كده وبنبقى مش عارفين هي بتتعمل ازاي، او العجينه دي عجينه ايه او عباره عن ايه او كده، لكن هي بتبقى حاجات سهلة جدا. نجيب قوالب الكب كيك بتاعتنا، ودايما بقول لكم قوالب الكب كيكس او قوالب الكيكس احب ادخلها تحتها كده صاجة علشان ما تتحرقش من تحت، لان درجة الحرارة بتاعت الفرن ما بتبقاش واحدة، ويستحسن ان انا الف بس كمان شويه ما افتحش عليها من بدري، وعلشان تسوي لي من تحت كله يبقى نفس درجه الحراره. الايس كريم سكوب بتاعتنا فين؟ احنا جبناها صح؟ يلا بمعلقه او باي حاجه بعمل كده. حط بقى ايه الخلطه بتاعتنا كده. ممكن نقلل شويه، حاسه ان انا كترت مني فمش عايزه ايه مش عايزاها كتير قوي. نعملها كيكة كبيرة؟ ممكن بس يستحسن يبقى يعني اللي هو قالب، عارفة التوست، قالب التوست هيبقى أحسن يعني. قالب التوست أو قالب الإنجليش كيك هيظبط معانا قوي لو احنا ما عندناش قوالب كب كيكس.
درجة حرارة الفرن نفس درجة حرارة الكيك على 180 أو 190، ويبقى متسخن من قبل كده، والرف يبقى في النص. بمعلقه بس كده ممكن اساوي شويه اللي كان بزياده، نضغط كده ضغطه بسيطه عشان ترتاح، وهي كده كده هتظبط شكلها العادي التقليدي بتاع اي حاجه مخبوزه في كب كيكس او قوالب يعني. كده تمام. ندخلها على الفرن. هتقعد من 25 دقيقة ل 30 دقيقة في الفرن علشان تستوي وتبقى مظبوطة. نراقبها كل شوية بس مش هنفتح قبل حوالي 15 دقيقة، وبعدين نبص كده ونقلب القالب الناحية التانية لو في مشكلة في الفرن أو أي حاجة. تعالوا نبص على، بصوا بقى المربى، يعني على ما احنا بس بنتكلم بصوا قد ايه الفوم قل جدا، ما بقاش زي الاول خالص. الفاكهه كلها متغطيه بالسيرب، وده حاجه مهمه جدا ان انا ابقى مطمنه ان الفاكهه بتستوي كويس قوي، درجه الحراره كلها واحده. بقلب عشان اوصل كده كل السيرب في كل مكان، وبعد كده بنزل بعصير الليمون. يلا بينا يا ايمان. الو الو الو، اهلا اهلا، ازاي حضرتك؟ ازاي حضرتك، اهلا بيكي. اسمعيني من التليفون. طيب حاضر. صوتك يا محمد. بقول لحضرتك كنت عايزه اسالك سؤال. اموري. بصي حضرتك، كل ما اعمل الهمبرجر معايا يكش ويبقى مكتوم معايا اللحمه. يكش ويبقى مكتوم. طب هقول لك على حاجه، ممكن تقولي لي بتعمليه ازاي؟ انا بعمله بملح وفلفل اسود بس. طيب واللحمه بتشتريها بتبقى بتعمليه في نفس اليوم ولا بتطلعي اللحمه من الفريزر؟ لا بيبقى في نفس اليوم. طيب اللحمه بتبقى نسبه الدسم فيها قد ايه؟ لا قليله خالص. تمام، هقول لك انا بعمل ايه وامشي على تفاصيلي. اوكي. البرجر علشان نعمله هو لازم يكش، ده نسبه طبيعيه لان انا شغاله بلحمه وفيها دهون، يكش بس مش بشكل يعني اللي هو انا ببقى عامله البرجر قد كده فلاقيها قد كده، لا طبعا. مكتوم مفيش مشكله ان هو يبقى مكتوم، هو اللحمه عشان احنا بنعمل بلحمه كله صافي عادي ان هي تبقى مكتومه، ما فيهاش مشكله، مش شرط يبقى فيها شاشان. انت حتى لما بتاكلي برجر بره عند حد بيشتغل ببرجر حقيقي بلحمه حقيقيه بيبقى من جوه مش هاشش يعني، ما فيهوش ده، بيبقى مكتوم. فمكتوم دي خلينا نركنها على جنب ونشتغل على ان هو بيكش. نسبه اللحمه تبقى 20%، يعني تطلبي من الجزار ان هو اللحمه تبقى نسبتها 20%، وابقى بشتغل بيها في يومها في نفس اليوم اكون نفس نسبه الدسم. اوكي، وانا قلت ايه؟ نسبه اللحمه سوري، نسبه الدهون هي الدسم هي اللي تبقى 20%، واشتغل بلحمه لسه جايبها النهارده ما تبقاش دخلت الفريزر، واسيبها تتشمع بعد ما اعملها برجر. حضرتك بتحطي ملح وفلفل؟ تمام جدا، انا كده مبسوطه جدا. ممكن تضيفي عليه صفار بيضه او صفار بيضتين، بيدي طعم حلو قوي وبيخلي اللحمه مويست كده وناعمه معاكي، ومش ما فيهاش الكتمه قوي اللي حضرتك بتشتكي منها بس انعم. فممكن تحطي على الكيلو صفار بيضه او صفار بيضتين وما تقلقيش، مش هتحسي بطعم ولا بريحه البيض ابدا. ممكن تضيفي بودره ثوم وبودره بصل بس قليل قوي ما نحسش بيها خالص.
يعني ما اعرفش انك حطيتي. وبعد ما تبقي عاملاه برجرز دخليه التلاجة شوية. لما هتدخليه التلاجة شوية ده هيفيدك في النتيجة بتاعت السوى. يطلع من التلاجة يهدى شوية صغيرين وتشتغلي على النار على طول، متعصريش فيه. ممكن جدا تكوني وانتي بتسويه بتدوسي عليه بالشوكة فبينزل كل العصارة فبينشف اكتر ويبقى مقدد كده. فحضرتك كل اللي هتعمليه انك هتسيبيه لحد ما اللون يبتدي يتغير من تحت تقومي قلباه، ما تشتغليش عليه بالشوكه كده ابدا علشان ما ينزلش كل العصاره وينشف منك. يا رب اكون يعني فتك وجاوبت بس، ولو افتكرت حاجه برضو في الحلقه هقول لك، تابعينا لاخر الحلقه. هنطلع فاصل سريع ونرجع تاني، وفكروني اقول طريقه الحواوشي عشان اتطلبت مني وانا قلت البرجر وما قلتش الحواوشي، حبش افرق بين صحابي. يلا بينا نطلع فاصل سريع ونرجع جري. رجعنا من الفاصل وعايزه اقول لكم ما شلتش ولا اي حاجه من على الوش ولا اي حاجه خالص. زي ما انتم شايفين اهو ابتديت اوطي بقى علشان تقعد على مهلها، اللي هي يعني تقعد مظبوط. هشيل كل اللي على الوش لو مضايقني، بس هو ما فيهوش مشكله. اهم حاجه دايما وانتم بتجهزوا للمربى هي يعني خطوتين ثلاثه مهمين. اولا ثمرة الفاكهة نفسها تكون بحالة جيدة، يعني حتى لو مستوية مفيش واحدة تبقى حمضانة، مفيش واحدة ريحتها مش حلوة، مفيش واحدة ضربة من حتة وحتة، لأ. ننقي الفاكهة اللي هنشتغل فيها بيها للمربى فل زي الفل، وبعد كده أغسلها كويس قوي. فبالنسبة لي أنا كده في الأمان. كل الحاجات اللي بتطلع على وش المربى دي بتبقى فاكهه مش حلوه قوي، بتبقى السكر ساعات ما بيبقاش يعني سكر نوعه كويس، احيانا نوعيه السكر بتفرق برضو ان هو مش كلير قوي او مش صافي. البرطمان اللي هنيجي نشتغل فيه بعد كده وهنحط فيه المربى يبقى برطمان متعقم كويس ونظيف. عقمي ازاي؟ عقمي بغليف ميه، حطي فيه ميه مغليه، حطيه في المايكرويف وشغلي عليه المايكرويف لمدة مثلا دقيقتين لحد ما يسخن خالص ويبقى نظيف، البرطمان يبقى أزاز. فدي الحاجات اللي ممكن تخلينا بعد شوية نحس ان المربى مظبوطة او مش مظبوطة او باظت بسرعة او فيها مشكلة. فبالتالي انا هنا خلاص تقريبا المربى قربت تخلص، بقى لها يعني دقايق وبعرف انها عقدت لما بحط كده السيرب زي بالظبط السيرب اللي بنعمله للحلويات، بيلزق وبتبقى عقدت تماما تماما كده، بتبقى زي الفل خلاص. يعني انا هنا بسوي بس زياده عشان ابقى مطمنه ان مفيش ميه ولا بخار ميه كتير، انا عايزاها معقوده كويس. الفاكهه تبقى خلاص استوت تماما، قلب الفاكهه من جوه يبقى مستوي. دي حاجة مهمة علشان ما تبوظ لناش المربى بعد كده. نشطف ايدي. واشيل الوش بتاع المربى وهشيلها من على النار وندخل على الوصفة اللي بعدها على طول. انا موطية عليها النار بقالي مثلا 3 دقايق فكده تمام، بقت جميلة ومعقودة وريحتها تحفة. زي ما بقولك الاضافات ممكن تضيفيها من ساعة ما حطينا الليمون، وقت ما حطينا الليمون تقدري تضيفي اي اضافة انت بتحبيها. عايزة تحطي بقى قرنفل، عايزة تحطي قرفة، عايزة تحطي حتى عصير البرتقال، مفيش مشكلة. شيلها على جنب وكده بقت ممتازة. ما
ندخل على اللي بعده وهو بسكوت القهوه. بسكوته لذيذه قوي، ممكن تحوليها الكوكيز اذا حابه وتحطي فيها الشوكليت شيبس، الشوكولاته اللي هي بنحطها في الكوكيز دايما، او تعمليها كوكي كده من غير اي شكل ولا اي حاجه، او تعمليها على شكل حبه البن براحتك. العجينه ان شاء الله تبقى مظبوطه معاكي وتبقى المقادير هايله. يلا بينا. محتاجين ايه علشان نعمل بسكوت القهوة؟ 150 جرام من الدقيق، نص كوباية زبدة بدرجة حرارة الغرفة، 3 ارباع كوب من السكر الباودر، 2 معلقة كبيرة قهوة سريعة الذوبان، 2 معلقة كبيرة من الكاكاو الخام، معلقة كبيرة ونص حليب، 4 معلقة كبار من النشا، ربع معلقة صغيرة بيكنج باودر، وصفار بيضة، ومعلقة صغيرة من الفانيليا. الفانيليا اختياري، اذا مش حابه تحطي فانيليا مفيش مشكله، طعم البن في الوصفه دي هو اللي طاغي، فانت مستحيل هتشمي ريحه البيض او هتحسي حتى بطعمه. فهنعمل ايه دلوقتي؟ خلينا نحط كده الزبده اول حاجه، ونبص على اللي في الفرن بما اننا بالمره جوه. بصوا بصوا المافنز حلوه ازاي، في كذا واحدة بس كنت اتمنى ان انا ازود الكمية علشان تدي نفس البومبي كده من فوق، بس لذيذة قوي. يلا احنا قدامنا فيها تقريبا معانا 3 دقايق ونشيلها. نحط الزبدة، زبدة تبقى كريمي كده، تعالوا نضربها ضربة. بعدين هنزل بالسكر الباودر. مين فيهم؟ اهي غلطت المره، دقت النشا. ننزل بالسكر الباودر. يلا صفار البيض، والفانيليا، البيكنج باودر هيبقى هنا جنب الحاجات كلها الدراي على بعضها. هنزل كمان هنا باللبن كده، وعايزه انزل بالقهوه سريعه الذوبان، ويستحسن ان احنا ندوبها شويه، يعني هاخدها كده في طبق وادوبها شويه. هسيبها بس تبرد سنه، انتوا سيبوها تبرد اكتر كمان، تبقى بارده خالص. انا دوبتها في ميه دافيه، بس اهم حاجه انها تبقى بارده خالص. هعمل كده على اللي في الفرن. اه كده تمام، اللون من بره زي الفل. يلا بينا. يامي، ريحتها تحفه.
نرجع بقى للوصفة بتاعتنا كده ونلم الجناب. ندخل كده كل الحاجات في بعض كده. نزل بقية كمية القهوة. طبعا عايزين تزودوا مفيش مشكلة خالص. بس يستحسن ان احنا نستخدم ايه؟ بلاش القهوة بتاعت البن التركي. البن التركي البن عنده حبيبات كده، البن اللي هي اخر البن، عارفين لما بيبقى اخر فنجان القهوة بيبقى فيه شوية حبيبات كده، دي بيبقى دمها تقيل قوي. الوصفات اللي فيها بن بيبقى يا اما يعني مثلا كيكة بالقهوة، حاجة زي كده بسكوت، بيبقى الوصفة القهوة اللي مستخدمينها حتى بره يعني في الوصفات اللي بره بيستخدموا دايما اسبريسو. فلو عندنا الماشين بتاعت الاسبريسو وعندنا قهوة اسبريسو، اقدر اخد القهوة الاسبريسو بعد ما تتعمل كأني هشربها واستخدمها في الوصفات. ما عنديش، كلنا هيبقى عندنا البرطمان اللي هو في القهوة اللي سريعة الذوبان، فده انسب حل علشان اخد طعم وقوام مظبوط للقهوة. فاعمل كده، لكن القهوة التركي ما ينفعش. كده القوام الكريمي عندي تمام زي الفل. هنزل بقى بعد كده بالحاجات اللي انا محتاجة ادوبها على بعض برضو واقلبهم على بعض واصفيهم. هي المصفى الكبيرة ممكن تجيلي؟ معلش. خلينا نحط كل حاجة على بعض الأول وبعدين نصفيهم على ما المصفى تيجي. يا شهد ازيك؟ ألو، عاملة ايه؟ الحمد لله كل سنة وانت طيبة. وانتي طيبة وبخير يا رب. أنا بحبك قوي. وأنا كمان. وكل أكلاتك الجميلة، ربنا يخليكي ليا. شكرا، ربنا يخليكي ليا. تسلمي يا حبيبتي وتعيشي. عايز اسال عن طريقه الدونت. طريقه الايه؟ الدونت. عايز اسال عن طريقه الدونت. حاضر حاضر حاضر، من عينيا الاثنين. طيب هنستخدم المصفى دي، مش عارفه هتظبط معايا ولا لا. مش هتظبط صح؟ انا تمام، انا خلاص اشتغلت بيها اوكي، ما فيهاش مشكله. هي حتى احتفظت بكل الايه الحاجات المكلكعه الحبيبات دي، فكده تمام هي شغاله معانا. يلا نقلب بقى كده. انا حطيت البيكنج باودر على النشا على الدقيق على الكاكاو. اعتقد ان انا محتاجه البس جلوفز واشتغل بايدي. اين انت؟ يلا بينا اقلب كل حاجة على بعضها وبعدين نطلع فاصل ونرجع نشكل. الحواوشي الطريقة اللي انا اتسألت عليها علشان انا مش عايزة انسى طريقة الحواوشي. الحواوشي دايما برضو بقول اني احب استخدم اللحمة بتاعته تبقى لحمة فريش لسه جاية في يومها. جربوا، اللي ما جربش وعرف الفرق فاته كتير قوي 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 قوي، واللي جرب يعني كله بيبعتلي ويقولي بصراحة الطعم حاجة تانية خالص. اللحمة بتاعت الحواوشي والبرجر والكفتة بتاعت النهاردة حاجة تانية. فاللحمة تبقى فريش، نسبة الدسم من 20 لـ30%. لو عليها ربع كيلو ضاني يبقى يعني الدلع كله، تعملي أحلى حواوشي. لو حطيتي ميكس يعني كيلو إلا ربع كندوز وربع كيلو ضاني، بس الكندوز كده هيبقى صافي. وبعدين تحطي فلفل وبصل، البصل يبقى كتير، الكيلو مثلا بياخد بصلتين وياخد قرنين فلفل رومي متقطعين صغير او مبشورين. ممكن تحطي طماطميه كمان مبشوره، ملح وفلفل، بهارات 7 بهارات قليله، فلفل الاسود هو اللي كتير وبس كده. وعيش بلدي حلو فريش لسه جاي في يومه، دي احلى حاجه واحلى طريقه واضمن طريقه للحواوشي، ما فيهاش اي افتكاسات ولا اي حركات. نجمع كده العجينة بتاعتنا بتاعة البسكوت. مشكلة الجلوفز انه بيلزق فيه الحركات بتاعتنا. طيب العجينة المفروض ان هي تلم معايا لما احسن من كده. احنا علشان ممكن يكون الجو حر وده عادي بيحصل،
ان هو بتحتاج شوية دقيق كمان وبتحتاج تخش الفريزر او التلاجة. يستحسن تدخل التلاجة ساعة وبعد ما تطلع من التلاجة تتشكل وتدخل التلاجة تاني. وعلى فكرة الموضوع ده بيفرق جدا في الحرمشة بتاعة البسكوت. هجيب دقيق على حسب نسبة امتصاص الدقيق للسوائل عشان كده بتختلف. عشان كده لما تلاقي العجينة لينة معاكي بزيادة قوي بتعرفي ان انت يا اما محتاجة انت اكيد محتاجة دقيق. لكن لو هي ناشفة مثلا بزيادة شوية وحسيتيها كده بتشقق بتقومي حاطة الزبدة. فده بيبقى راجع لنوع الدقيق. نحط كده معلقة دقيق. عايزة العجينة تلم، العجينة دي هتلم وتمسك نفسها بس برضو مش ده الملمس. الملمس الحلو لازم تبقى ايه؟ ملمومة. وبعدين تدخل الفريزر تمسك نفسها بقى خالص. انا حتى عندي واحدة في الفريزر اللي كنت شغالة بيها قبل الهوا، هوريها لكم ماسكة نفسها ازاي. مش هحط دقيق تاني، انا كده تمام. هلم بس كده اللي باقي وناخد بالنا ما نعجنش. البسكوت كده بيتلم كده، تقعدي تلمي في الدقيق وتجيبي من اليمين للشمال لحد ما العجينة تلم. طبعا بإيدك أحسن، ما تستخدميش جلافز أبدا وانت بتعملي بسكوت. يعني أصلا تلات أرباع البسكوت راح في الجلافز. يلا احنا هنطلع فاصل حالا، هدخل العجينة بتاعتي الفريزر وأطلع التانية ونشكل ونبتدي بقى إيه نعيش حياتنا في البسكوت بعد الفاصل. استنونا. رجعنا من الفاصل و معلش انا اللي سمعتي بقى ثانية واحدة. عايزين ايه؟ عايزين اوريكم حاجة مهمة جدا. بصوا بقى، دي العجينة بتاعة البسكوت اللي احنا عملناها قبل الهوا. بنشيلها كده زي ما هي في اي بلاستيك راب، في كيس بلاستيك بيخش الفريزر او التلاجة، ونسيبها لحد ما تمسك نفسها وتجمد وتبقى لذيذة وجميلة جدا. اوكي، فدي اللي احنا عملناها ودي اللي انا عاملاها قبل الهوا. تمام، بتبقى ماسكة بقى نفسها ومرتاحة كده ولذيذة قوي. اقدر بعد كده اشتغل بيها براحتي اهي. تمام، يلا بينا. اوكي، نشتغل بيها ازاي بقى وهي كده براحتكم بقى. عايزين تعملوها كور، عايزينها كوكيز، عايزينها باي شكل من الاشكال زي ما انتم حابين. انا هبتدي اعمل كده، اقسمها مثلا على نصين، ابتدي ايه احاول اقطع منها واعمل البسكوته زي ما احنا متعودين، الشكل العادي التقليدي للبسكوتة دي. اوكي، اقطع قطع صغنطوطة على قد ما اقدر عشان تبقى ايه لذيذة. طبعا كبيرة صغيرة مش هتفرق معانا خالص في الطعم. اعملها كورة بس كورة بيضاوية شوية. بصوا زي قد حباية البونبوني اهي. اوكي، زي ما هي كده بنسيبها ونروح رايحين لها من النص ونعمل كده. بصوا نفتحها عشان تبقى شبه حباية البن بالظبط اهي. تمام، وهكذا كورة ونخلي الكورة بيضاوية قد الزيتونة كده أو شبه حتى شكل الزيتونة.
طبعا فيها بيكنج باودر فبتنفش. طلعه، كنت عايزه اسخنه ونسيت. المافنز عايزاها تبرد بقى ونطلعها كده نحطها جنب كل اصحابها الحلوين. صدقوني الموضوع هيفرق معاكوا قوي لو دخلتوا البسكوت الفريزر قبل التشكيل وبعد التشكيل. دي هتبقى حجمها كبير شويه، هوريها لكم برضو كده. بصوا اهي. ايه ام عبدو؟ الو. ايوه انا مع حضرتك. اهلا اهلا، زي حضرتك. الله يسلمك، انا بحبك جدا. يا حبيبتي ربنا يخليكي، ميرسي قوي. انا كمان بحبك قوي، ربنا يخليكي. اتفضل. شكرا على الحاجات اللي بتعمليها الجميله دي. ميرسي ميرسي ليكي، ميرسي ليكي ولذوقك. ربنا يسعدك، ألف شكر يا رب. ربنا يخليك حبيبتي. ميرسي يا حبيبتي، عندك أي سؤال؟ لا ربنا يخليك، أنا بس كنت حابة أطمن على حضرتك. ميرسي يا حبيبتي، يسعد سؤالك عليا، ميرسي. يلا بينا. أنا بعمل كذا شكل، هما كلهم قريبين، بس علشان إيه اللي طلعت صغيرة تبقى إزاي، الكبيرة تبقى إزاي. هي حاجة كله هيديكوا نفس شكل حباية البن اللذيذة، بتبقى بقى حاجة كده جنب جنب القهوة أو الشاي، تحفة. أوكي. قدامنا قد ايه؟ يلا خلاص خلاص، احنا يعني احنا فهمنا الفكره طبعا، بس ايه دلوقتي هقول لكم احنا عملنا ايه النهارده، ونبقى خلاص هقول لكم كمان بندخله الفرن على قد ايه وكل حاجه. يلا بينا. المربى بتاعتنا جاهزه وزي الفل. بصوا المربى حلوه ازاي ولمعتها حلوه ازاي. خدوا بالكم السكر كل مكان كتير، طبعا مش كتير قوي بس يعني كل مكان مظبوط هو اللي بيحلي وبيلمع وبيخليها تقعد معانا لوقت اطول. تعالوا واحنا شغالين كده اقول لكم هنعمل ايه دلوقتي. الفرن هيبقى شغال علشان ندخل فيه البسكوت، لان احنا خلاص ما عندناش وقت. هندخل البسكوت على درجة حرارة 170، هيقعد حوالي من 10 دقايق ل 12 دقيقة ل 15 دقيقة على حسب حجم البسكوتة اللي عملناها وعلى حسب فرنك. احنا متفقين انه احيانا الفرن بيبقى هو سبب الوقت الطويل او الوقت القصير، بس بتختلف في دقيقة دقيقتين ثلاثة أربعة خمسة بالكتير. فبنعمل دلوقتي التشكيل ده اللي هو يعني سهل جدا وبسيط جدا جدا زي ما انتم شايفين، وبدخله الفرن على درجة حرارة 180 او 170 او 190، كل ده ما فيهوش اي مشكلة على حسب درجة حرارة فرنك عالي او واطي، كله تمام. ويستحسن ان انا لما اخلص كده زي ما انا مخلصة مثلا، خلصت الصاجة دخله التلاجة يهدى نص ساعة ساعة، بعدين يطلع من التلاجة يدخل على الفرن دايركت على طول. لو انت عايزة تعملي البسكوتة الكبيرة من العجينة دي، اعملي البسكوتة كوكيز عادية خالص زي الكوكيز بالظبط، استخدمي العجينة دي ازا كوكيز. حتى الكوكيز بندخلها التلاجة وبنطلعها نخبزها، بتدي نتيجة احلى، تخليها من بره الكراست بتاعتها ناشفة ومن جوه طرية جدا ومستوية ومظبوطة. ايه؟ يلا بينا. وادي المافنز بتاعتنا اللي خلصت، الحلاوه والجمال، ريحتها تحفه، وان شاء الله طعمها يعجبكم وتنبسطوا جدا بالمافنز.
نتيجة. سخنة قوي. عايزاها بس تهدى يعني. تعالوا نفتح واحدة من الهادية الباردة دي اوريكم. ده شكل المافنز من جوه، زي المافنز اللي بناكلها بالظبط الحلوة، بس دي حادقة. كده باقي حاجة ما قلتهاش على البسكوت، تهيألي كده تمام صح؟ بس نخبزه ونطلعه بيبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، والمربى معانا. ودي كانت كده حلقتنا النهارده اللذيذة جدا ولطيفة جدا 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 كالعادة. عملنا فيها ايه؟ عملنا فيها البسكوت الكوكيز بتاع الكوفي القهوة، خطير. عملنا مافنز حادقة، وعملنا كمان مربة المشمش. وقلتلكوا اوعوا تنسوا ما ترموش النوى بتاع المشمش، عشان هنعمل بيه حاجة حلوة جدا الأسبوع ده إن شاء الله. أشوفكم على خير بكرة على الهوا، وما تنسوش تتابعونا على السوشيال ميديا، انستجرام، فيسبوك، ويوتيوب، وصفحتي الشخصية دعاء السمنودي بالعربي والإنجليزي على انستجرام وفيسبوك. أشوفكم على خير إن شاء الله. باي باي.